السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد وردات فعل فلسطيني على كلام الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون على فلسطين في الأمم المتحدة. تابعوا معنا هذا الفيديو. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نسمع شو حكى قبل الحرب ما تبدأ بفترة قصيرة جدا، شو حكى في الأمم المتحدة، مش في الجزائر العاصمة ولا في أي مؤتمر، في الأمم المتحدة حكى الخطاب هذا، نسمعه مع بعض. ومن هذا منطلق سعت على الدوام إلى دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. طبعا هذا هو كان خطابه، لهيك احنا متأكدين انه دولة الجزائر مع فلسطين، يعني انها بتقدم الدعم لفلسطين في اي في يعني في الجانب المادي المعنوي الانساني من كل الجوانب، بس مش بالعلن، اكيد في السر، لانه في دول كتير وللأسف عربية بدها تتصيد اخطاء للجزائر، لانه في الوقت اللي احنا فيه حاليا اللي بقف مع فلسطين هو مشبوه حاليا، أكبر مثال اللي هو دول الخليج. فهذا الكلام احنا مقتنعين فيه، ان شاء الله يا رب تخلص الحرب على غزة، تجور الشعب الفلسطيني مع الشعب الجزائري. في ناس بيطلعوا بيعملوا فتنة وبيطلعوا خطوكو خطوكو منهم. فيفا الجزائر.